احنا مبسوطين جدا احنا معاكم النهارده. مطلوب زعيم لشعب طول عمره عظيم، لشعب كان فاعل زمن لكنه هان حتى انه صار، بيدين كبار ويدين صغار مفعول بيه، بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابوا واللي جابوا عشان يموت أو ينتهي. مطلوب زعيم لشعب حكام وخنوه وتوهوا وغيبوا واللي انتبه منه وفغموا لعينه كمموه وسلموا في المعتقل لكلاب جعانة يقطعوه، لكنه رغم القهر أمزار وزام وفي أسبوعين زلزل حصون الجلادين قد النظام فرص جميع المفسدين. مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير وعلى اللي فاسد يفتري يهدم على دماغه الشوب ويعلقه في المشنق او يرفعه على راس خازوق. مطلوب زعيم ما يقولش عالخواف حكيم ويكون كمان سمعه سليم، يسمع لنبض قلبنا ويكون مكانه في وسطنا، ما يعيش ابدا في القصور والبعض منا للاسف ساكنين قبور، يشرب وياكل اكلنا ويعيش كواحد مننا، يسمع لنا ويشور وياخد رأينا، وقت الخطر نتلم حوالي كلنا ونضحي وياه بعمرنا. مطلوب زعيم عالمسؤولية يكون أمين ويكون جريء ويكون شجاع، مش يبقى وحدة بتاع يعرف يقول للظلم لا ويموت ولا يفرط في حق. مطلوب زعيم نقدر نحاسبه بالقانون لو الأمانة يوم يخون، لا يشترط الشكل لا يشترط السن لا يشترط الملة، شرطه الوحيد يكون بشر بالاختصار.